السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عزمي سلامة، بشتغل مفتش آثار في وزارة الدولة لشؤون الآثار. المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله رب بإذن الله هتتكلم عن الحكاية بين الأساليب العلمية والخرافة. هنفرق بشكل واضح جدا ما بين اللي الناس بتعمله من سرقة الآثار، وما بين الحفاير الخنسة، وما بين الحفاير العلمية الحديثة. الشائع قوي قوي اليومين دول فكرة مش عارف مين حفر تحت بيته فلقى معرفش ايه، او مين دور فلقى معرفش ايه، فالكارثة كبيرة جدا ما بين الحاجات اللي بتضيع من تراثنا وتاريخنا وحضارتنا، ومش عارف الاستعانة بالشيخ المغربي والاستعانة بمعرفش التعويذ اللي معرفش ايه، وفي نفس الوقت ما بين شغلنا في المجال العلمي. اللي احنا هنتناوله النهاردة في المحاضرة بتاعتنا وايه الهدف منها؟ الهدف الرئيسي والاساسي من المحاضره هو التوعيه الاثريه، نعرف الناس يعني ايه اصلا علم الاثار، وهنتكلم بشكل بالتفصيل عن علم الاثار، امتى الناس بدات تهتم اصلا بعلم الاثار، هنتكلم كمان بشكل بالتفصيل عن الحفاير، وامتى الناس بدات تشتغل حفاير، ايه هي العلوم المساعده لعلم الاثار، ايه هي اهم العلوم المساعده لعلم الاثار، لان علم الاثار ما بيشتغلش لوحده، الاثري ما بيبداش يشتغل حفاير لوحده في الموقع، معاه تيم كامل وفريق كامل بيساعده من العلماء التانيين. المواقع الاثريه وازاي اقدر اعرف ان الموقع ده فيه اثار ولا الموقع ده ما فيهوش اثار، وهنتكلم عن الطرق التقليديه البسيطه اللي نقدر نعرفها بالعين المجرده، وكمان التكنولوجيا الحديثه في كيفيه التعرف على المواقع الاثريه. طيب خلاص عرفنا الموقع الاثري، هنتكلم كمان عن فريق او اعضاء البعثه بتاعه الاثار، يعني مين ومين ومين اللي المفروض يبقوا في بعثه الاثار او الفريق بتاع الاثريين، اختيار الموقع والادوات اللي بيشتغل بيها الاثري. تاني حاجه ازاي بعد ما اخلص الموقع بتاعي اعمل له عمليه تسجيل وتوثيق، دور التكنولوجيا الحديثه في علم الاثار والحفاير العلميه والحفر الخلسه والفرق ما بينهم، وايه هي اهم المعتقدات والخرافات اللي الناس بتعتقد فيها في الاثار. تاريخ علم الاثار بدا من زمان جدا، يمكن من القرن ال14 والقرن ال15 لما بدا الرحاله بتوع اوروبا يجوا هنا مصر ويشوفوا الاثار بتاعتنا، ويمكن قبلها كمان، ويمكن المؤرخين فينا هنا هيعرفوا ان الناس بدات تبقى شغوفه جدا جدا بالحضاره المصريه القديمه في العصر اليوناني والعصر الروماني، لما بدا كمان الرحاله والمؤرخين يجوا عندنا، اشهر الرحاله زي هيرودوتس وبلوتارخ ويوسفوس وغيرهم 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 من المؤرخين. بس في العصر الحديث بدات البامبنج والاهتمام قوي بعلم الاثار يظهر في الرحلات بتاعه الرحاله، خصوصا في 1400 وشويه. اشهر الناس اللي عملوا الضجه الكبيره دي نابليون بونابرت لما جه مصر سنه 1798 في الحمله الفرنسيه على مصر، ولما جاب معاه كوكبه من علماء مختلفين جدا جدا علشان يكتشفوا الحضاره المصريه القديمه ويخاطبوا المصريين. اشهر العلماء دول كان جان فرانسوا شامبليون، وده اللي بدا او اللي اشتغل على اللغه المصريه القديمه لما اكتشفوا حجر رشيد او الروزيتا ستون، وده كان حجر الاساس بمعرفه اللغه المصريه القديمه، وكان مكتوب بلغتين وثلاث خطوط، لغتين وثلاث خطوط، اللغه المصريه القديمه بالخط الهيروغليفي، واللغه المصريه القديمه بالخط الديموطيقي، واخيرا اللغه اليونانيه اللي كانت لغه المحتل وقتها. ولما اشتغلوا على الروزيتا ستون دي قدروا يعرفوا ان هو مكتوب علشان تكريس من الملك بطليموس الخامس للمعابد اللي موجوده في منطقه منف. الراجل اللي اسمه جان فرانسوا شامبليون ده قدر يعرف الاسرار بتاعه حجر رشيد نظرا لمعرفته القويه جدا باللغه القبطيه، ودي كانت اخر مرحله من المراحل بتاعه اللغه المصريه القديمه. لو بدانا نتناقش مع بعض كده، الخطوط اللي اتكتبت بيها اللغه المصريه القديمه كانوا كام خط تقريبا؟ اول حاجه الخط الهيروغليفي اللي هو جاي من حجرس جروفوس اللي هو الكتابات المقدسه، دي كانت سموها كده اليونانيين لما لقوها مكتوبه على الاسطح والجدران بتاعه المعابد والمقابر بتاعتهم، سموها الكتابات المقدسه او الكلمات المقدسه. تاني حاجه عندي كمان الهيراطيقيه اللي هي هيراطيكوس، ودي جايه من الكتابات الكهنوتيه الدينيه، معظم الكتابات كتاب الموتى الايميدوار كتاب ما هو موجود في العالم الاخر وغيرها وغيرها مكتوب بالخط
الهيراطيقي والخط الديموطيقي، وده جاي من ديموتيكوس. الديموطيقي اللي هو زي ما حضرتك ما قلت الشعبي، وده لان المعاملات اليوميه بتاعه العقود وغيرها وغيرها كانت بتتكتب بالخط الديموطيقي. واخيرا هو الخط او الكتابه القبطيه، ودي كانت مزيج ما بين الكتابه المصريه القديمه والكتابه اليونانيه اللي بيستخدمها المصريين في المرحله الاخيره من مراحل عمرهم الحضاريه. هل الفرنسويين هم اللي استأثروا بس بعلم الآثار؟ لا، اللي بدأ الخطوة الأولانية كان الفرنسويين، وده سنة 1822 لما أعلن جان فرانسوا شامبليون عن فك رموز حجر رشيد. بس بعد منه سيل من العلماء بدأوا يشتغلوا على اللغة المصرية القديمة وبدأوا يشتغلوا على الحضارة المصرية القديمة. الألمان قالوا إحنا مش أقل من الفرنسويين. وجهنا كارل ريتشارد لابسيوس اللي عمل حفاير تقريبا في كل حته في مصر، والاهرامات اللي اكتشفها كانت كتيره جدا جدا. في منطقه سقاره اشتغل، في ابو سير اشتغل، في معظم ربوع مصر لابسيوس عمل حفاير، في الفيوم اشتغل، ما سابش تقريبا حته في مصر لابسيوس ما اشتغلش فيها. وكان بيسهل على نفسه دايما ان هو يدي لكل هرم مش عارف صاحبه يروح مديله رقم، يقول الهرم ده 28، الهرم ده 29 لو ما قدرش يكتشف اسم صاحب الهرم. هل الانجليز سكتوا؟ لا، طلع فلندرز بيتري بعدهم بشويه، والراجل اشتغل وعمل اول كلاسيفيكيشن، اول تصنيف لعمليه الفخار. انا بشتغل في موقع الحفاير وعايز اعمل تاريخ لموقع الحفاير، اعمل ايه؟ استخدم اشهر وسيله تاريخ موجوده في الموقع وهي الفخار. ناس كتيره جدا جدا ممكن ما تدركش اهميه الفخار، حتى كسرات الفخار اللي بتبقى موجوده في الموقع. لا، جيت فلندرز بيتري، وليه واحده من اشهر المتاحف اللي موجوده في لندن فلندرز بيتري، وعمل الكلاسيفيكيشن ده او عمل الترتيب ده، وعمل كتالوج قدر يوضح لنا فيه لو شفت شكل الفخار ده بالطريقه دي يبقى ده بري دايناستيك. الفتره دي هو فخار نقاده الاولى، الشكل ده هو فخار نقاده الثانيه، وبدا يعمل لي الكلاسيفيكيشن بتاع الكلام ده كله. الراجل ده عاش سنه 1853 ل 1942 لحد 2021 لحد النهارده. علماء الاثار كلهم بيستخدموا الكلاسيفيكيشن اللي عمله فلندرز بيتري لحد دلوقتي. سيب بقى من علماء الاثار الاجانب، كان من اهمهم مثلا اوجست ماريوت وماسبيرو. واوجست ماريوت كان ليه باع كبير جدا جدا في الاهتمام بالاثار المصريه، وقصه الراجل ده غريبه وعجيبه. كان جاي اصلا علشان ياخد اثار مصريه يوديها هناك متحف اللوفر، وبعد كده عاشق الحضاره المصريه القديمه وقدم لها كتير جدا جدا، وكان صاحب السبق ان هو يؤسس المتحف المصري للتحرير اللي موجود لحد دلوقتي، بيشهد على عظمه الحضاره المصريه القديمه. جه بعد منهم اشهر المكتشفين، مكتشفي مقبره توت عنخ امون، اللورد كارنر، فوقه معانا هاورد كارتر اللي عمل الضجه الكبيره في القرن العشرين. يا جماعه فين المصريين؟ كل ده بنتكلم عن علماء اجانب، علماء اجانب بيدرسوا الحضاره المصريه القديمه. ويمكن العلم الوحيد اللي بنسمي باسم الدوله هو علم، او باسم الدوله هو علم المصريات. مفيش دوله في العالم عندها علم اسمها غير مصرنا، هي الوحيده اللي عندها علم الايجيبتولوجي اللي بيدرس في كل جامعات العالم. بس للاسف احنا كمصريين جينا متاخر شويه. تخيلوا هيئه الاثار المصريه اول مصري يمسكها تقريبا كان سنه 1953. اول اثري مصري يمسكها كان الدكتور مصطفى عامر سنه 1953 بعد طرد الانجليز من مصر، او بعد جلاء الانجليز عن مصر. بعد كده علماء الاثار المصريه المشاهير جدا جدا منهم الدكتور القدير سليم حسن صاحب الموسوعه المشهوره جدا، موسوعه مصر القديمه. دكتور احمد فخري اللي عمل حفاير كبيره جدا جدا في ربوع مصر، واشهر كتبه طبعا كتاب الاهرامات المصريه. وعندنا طبعا الدكتور زكريا غنيم، او المرحوم زكريا غنيم، الراجل المشهور بصاحب الهرم الثاني في سقاره اللي هو هرم سخن خد، وقصته مشهوره جدا بعد موته او استشهاده لما القى بنفسه في نهر النيل. طيب
دلوقتي عرفنا بشكل مبسط جدا جدا وسريع الحفاير، او اتكلمنا عن تاريخ علم الاثار بشكل سريع. لو هنتكلم عن الحفاير، ايه هي الحفاير؟ احنا ليه اصلا بنحفر؟ وفي نفس الوقت امتى لازم نحفر؟ ومين هو اللي لازم يحفر؟ اول حاجة هنتكلم عن ما هي الحفاير. الحفاير يا جماعة لو هنيجي نتكلم عنها بشكل مبسط جدا، هي عملية هدم، هي عملية تدمير. يعني الترابيزة دي موجودة، لو انا حبيت اعرف ايه اللي تحت الترابيزة يبقى انا في الحالة دي لازم احفر، ولو حفرت يبقى انا بدمر. فالحفاير ما هي الا تدمير، ولكن تدمير منظم. الفرق الرهيب ما بين الحفاير العلمية الحديثة والحفاير الخلسة، الحفاير غير القانونية اللي هي الليجل ديجنج، هي عملية التسجيل والتوثيق. لو انا ما بسجلش وبوثق كل خطوة بعملها يبقى انا في الحالة دي بدمر. علشان كده الاثري هو بيشتغل علشان يدور على حقائق مفقودة، اما اللي بيشتغل علشان يلاقي الكنوز هو حد بيدمر كل اللي موجود في الموقع الاثري علشان يلاقي في الاخر خالص القطعة اللي هيروح يبيعها. فهو باحث عن الثراء السريع وليس باحث عن الاثار. ايه الحاجة اللي لازم كل اثر يعملها وهو شغال؟ لازم يدي رقم لكل فيتشر بيلاقيه. يعني وانا بحفر لقيت طلعة فخار صغيرة هديها رقم، لقيت طبقة مختلفة عن طبقة هديها رقم. لازم احط كل واحدة من دول في الكونتكست بتاعها، يعني في الشكل العام بتاعها. لو نقلت حاجة من مكانها وحطيتها مكان حاجة تانية انا فقدت معلومة من المعلومات اللي ممكن بعد كده تحللي لغز. لازم اعمل رسم تخطيطي للموقع بتاعي كويس قوي اللي احنا بنسميه البلان، ولازم اديله مقياس رسم من 1 لـ 1، من 1 لـ 10، من 1 لـ 20، من 1 لـ 50 وما الى ذلك. لازم اعمل بطاقة تعريف بكل اثر بلاقيه، الاثر ده انا لقيته في الموقع الفلاني، الحته دي اتلاقت في المربع داخل السكشن ده، لازم اديها رقم، لازم احط التاريخ بتاع الاكتشاف واشوف مين اللي عمل الاكتشاف ده علشان بعد كده ارجع له لو حبيت تفاصيل اكتر. وطبعا اللي هيغنيني عن حاجات كتير قوي هو ان انا اصور علشان اكمل عمليه التوثيق. ايه هي فلسفه الحفاير؟ الاثري هو الشخص المختص ان هو يعرف ايه الحاجات اللي موجوده تحت باطن الارض، وفي نفس الوقت لازم ياخد حذره تماما وهو شغال علشان زي ما اتفقنا يسجل ويوثق كل مرحله من المراحل دي. بس لازم يبقى عارف ان العمليه بتاعه الحفاير دي هي عمليه تدمير، علشان كده لازم يعرف ايه هي الغايه الاساسيه من الحفاير اللي هو هحفر ليه. تمام، هحفر ليه؟ هحفر علشان الاقي اثار واحط الاثار دي داخل المتاحف؟ لا. هحفر علشان اطلع الاثار دي فتجيب لي فلوس؟ لا. هحفر علشان احط اللقطه الاثريه دي كلها وابني بيها الدنيا؟ لا. يبقى ليس بحثا عن الثراء السريع، ليس بحثا عن استخراج القطعه دي ووضعها في المتاحف، ويمكن دي سياسه خطيره جدا جدا لو اتبعناها ان انا الاقي اثار الاقي اثار وابدا افتح متاحف. لا. ليس الغرض من الحفاير هو البحث عن الثراء، ليس الغرض من الحفاير هو ان انا الاقي مقتنيات اثريه واقول انا بعمل اثراء للدوله فحط الحاجات دي كلها داخل المتاحف. طيب انا بحفر ليه؟ بشكل بسيط. تعالوا ندي مثال بسيط جدا، انا موجود في منطقه اثار سقارة وعندي الهرم المدرج، وكلنا عارفين مين هو صاحب الهرم المدرج. هو الملك نيفري خيت او الملك زوزر جسر. حلو قوي. انا عثرت على الهرم المدرج وعارف مين هو باني الهرم المدرج، بس مين المهندس المعماري اللي بنى الهرم المدرج؟ هو إي إم هاتر، اللي هو إم هاتر الذي ياتي في سلام. هل تم العثور على مقبره إم هاتر حتى الان؟ لا، انا ما لقيتش مقبره إم هاتر لحد دلوقتي. يبقى هقول انا هحفر في المربع الموجود حول الهرم المدرج علشان الاقي مقبرة إم حاتب. يبقى سؤالي هنا أين تقع مقبرة إم حاتب؟ يبقى هو ده السؤال اللي هيخليني أدور كويس قوي. في الحالة دي لازم أبحث كويس جدا عن كل الخرائط اللي موجودة للهرم المدرج
عن كل الحفاير اللي تمت في الهرم المدرج من سنين لحد دلوقتي، عن ارشيف الحفاير دي، عن كل الصور اللي وصل عليها، عن الجوجل مابس بتاعتها. لازم ادور على كل الحاجات دي كلها علشان ابدا حفاير واقول انا هبدا شرق الهرم المدرج، لا انا هبدا غرب الهرم المدرج، واشوف الكونتكست الكامل بتاع المنطقه كلها قبل ما ابدا عمليه حفاير. تمام. علم الاثار، في مجموعة من العلوم المساعدة لعلم الآثار لا يمكن للأثري الاستغناء عنها وهو شغال حفاير، أهمها علم التاريخ. علم الآثار وعلم التاريخ علمان لا ينفصلان تماما. الأثري يكمل المؤرخ والمؤرخ يكمل الأثري. تعالوا نتفق مع بعض كده إن أنا معايا أثري وما عنديش مؤرخ. هيبقى في دايما غموض بيحيط بالحقائق اللي هيلاقيها الاثري علشان يكمل بيها البازل اللي المؤرخ عارفها. طيب حلو، لو انا عندي مؤرخ بس ما عنديش اثري، يبقى في الحاله دي كل الغموض اللي موجود في التاريخ لن يتم الكشف عنه، لان المؤرخ دايما بياخد الوثائق والمصادر والمستندات اللي هو بيلاقيها الاثري علشان يكمل بيها شغله، فكلاهما يكمل احدهما الاخر. علشان كده علم التاريخ وعلم الاثار كلاهما يعمل سويا. الجغرافيا الجيولوجي التوبوغرافيا، البابايرولوجي علم البردي، والانثروبولوجي اللي هو علم الانسان والاجناس البشريه، كل العلوم دي بتشتغل مع بعض علشان تكمل معاها او تعمل عمليه تكمله. عندنا مجموعه علوم لا تنفصل عن الاثار زي علم دراسه بقايا العظام. وانا شغال في الحفاير بلاقي عظم، العظم ده بعمل له كلاسيفيكيشن، ده عظم بشري وده عظم حيواني. ايه فايده ان انا ادرس عظام الحيوان اللي موجوده في الموقع الاثري؟ تعالوا نفكر مع بعض كده، لو انا لقيت مثلا عظمه بتاعه تور مثلا، او عظمه بتاعه سين بقره، او عظمه بتاعه احد الخرفان او في موقع اثري، ايه الحاجه اللي ممكن تفيدني لو انا لقيت العظمه دي؟ تعالوا نفكر مع بعض. لو انا لقيت عظمه مثلا في الموقع هستفيد ايه انا كاثري؟ المده بين الزراعيه مثلا. حلو، انا هعرف ان المصري كان بيستأنس الحيوان ده، فدي اول معلومه انا عرفتها ان الحيوان ده كان بيستأنس. تاني حاجه هعرف من خلال العظمه دي ان المصري كان بياكل النوع ده من الحيوان. تالت حاجه هعملها هشوف كمان الحيوان ده كان بيتغذى على ايه، فاقدر اعرف كمان ايه البيئه الزراعيه اللي كانت موجوده في المكان ده. كل ده انا عرفته من عظمه بسيطه انا لقيتها. لو لقيت الحيوان ده او الجزء ده من الحيوان محنط، انا كده عرفت ان المصري كان بيقدس النوع ده من الحيوان، لانه عمل له عمليه تحنيط وفي نفس الوقت هو قدسه وعمل له مراسم معينه. يبقى تخيلوا من عظمه او من جزء من الحيوان او من حيوان انا قدرت اعرف مجموعه كبيره جدا جدا من المعلومات. علم النبات اللي هو العلم اللي احنا بنسميه الاركيوبوتاني، ده علم بقى لا غنى عنه تماما، ان انا الاقي البذور بتاعه النباتات اللي موجوده واعرف من خلالها. لما جينا مثلا نشتغل في معبد الملكه حتشبسوت ولقينا بذور بعض النباتات، عرفنا ايه هي الحاجات اللي جابتها من بلاد بونت وانواع الاشجار والنباتات والكلام ده كله. كل ده احنا كنا عارفينه من خلال ايه؟ من خلال المعلومات اللي هي عملت لها ريكوردنج على سطح المعبد بتاعها. بس عرفناه لما اشتغلنا قدام المعبد ولقينا بالفعل بقايا النباتات دي. علم النقوش والكتابات، ولسه يا دوب متكلمين حالا عن انواع الكتابات المصريه القديمه، الاختام، الاوزان اللي بتقدر تعرفني البيع والشراء اللي كان موجود في مصر القديمه، كل الحاجات دي كلها. الهندسه المعماريه جزء مهم جدا لا يتجزا من معرفه الحضاره المصريه القديمه، هو ان انا اقدر افهم طبيعه العماره في مصر القديمه والاختلافات ما بين العماره الجنائزيه اللي هي المقابر وغيرها، العماره الدينيه المعابد، والعماره السكنيه اللي هو السيتلمنت. وليه معظم الاكتشافات بتاعتنا لحد دلوقتي عباره عن معابد ومقابر وما عنديش مساكن؟ لو احنا قعدنا نفكر مع بعض كده بشكل بسيط، هو انا ليه اكتر من 90% ويزيد كمان من مكتشفات عباره عن مقابر ومعابد؟ يعني لو رحت منفس مثلا هتلاقي عدد منفس وجبناتها، يعني سقاره والجيزه وابو سير وابو رواش ودهشور وغيرها وغيرها، هلاقي معظم المكتشفات عباره عن مقابر
ومعابد، وعدد قليل جدا جدا من المساكن المصري القديم عاش فيها. ليه؟ لان المصري القديم عاش بيؤمن بعمليه البعث، فالبعث ده يقتضي ان انا اعرف اني هعيش 50 60 70 100 سنه بالكثير قوي في الحياه الاولى، بس انا عندي رايح الحياه الاخرى اللي انا هقعد فيها الايترنتي والامورتاليتي لايف اللي هي الجد، الحياه الابديه. الحياه الابديه دي بتقتضي من الدرجه الاولى ان انا ابني حاجه تناسبها، حاجه هتخليني اعيش حياتي كلها فيها. اما المسكن بتاعي حتى لو كان قصور، حتى لو كان قصور الحكام نفسها كان بيستخدم فيها الطوب اللبن، طوب اللبن اللي بعد كده مع الوقت كان بيندثر علشان يتم إعادة استخدامه مرة تانية أو إعادة استخدام الموقع الأثري مرة تانية. عشان كده دايما المساكن قليلة جدا جدا في عمارة المصري القديم. وطبعا التصوير الذي لدينا عنه علشان يعرفنا الحضارة المصرية القديمة. حلو قوي. المواقع الأثرية بتتكون إزاي وفي نفس الوقت بتختفي إزاي؟ الموقع الأثري بيتكون نتيجة استخدام مجموعة من الأشخاص لموقع معين في فترة معينة، بس مع الوقت الموقع ده بيندثر. طيب إيه هي أهم أسباب اندثار المواقع؟ إزاي الموقع ده بيختفي أو يندثر؟ عندي أهم عاملين: العوامل الطبيعية، العوامل البشرية. من أهم العوامل الطبيعية الموجودة هي الزلازل، البراكين، الأعاصير، كل ده ممكن تلاقي مدينة موجودة وفجأة يحصل تسونامي مثلا، إعصار، فهم ما تلاقيش المدينة دي موجودة. وعندي أمثلة كتيرة جدا 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 منها الآثار الغارقة اللي موجودة في اسكندرية، مدينة بالكامل كانت مندثرة وتم العثور عليها مؤخرا اللي احنا بنسميها الآثار الغارقة. البراكين، عندنا براكين غطت مدن بالكامل زي مثلا بعض المدن اللي موجودة في إيطاليا واتغطت تماما وتم اكتشافها. العوامل الطبيعية وأهمها طبعا للأسف أو سوري العوامل البشرية هو أهمها طبعا المشاكل اللي بتحصل ما بين البشر زي مثلا الحروب، التغيرات السياسية. لو هنتكلم مثلا عن الحروب، عدد كبير جدا جدا من الحروب كان مؤثر لدرجة إن هو بيخلي سكان مدينة بالكامل يسيبوا مدنهم وينسحوا لأماكن تانية ويعملوا هجرات، وده بسبب الحروب البشرية اللي ما بين البلاد وبعضها. التغيرات السياسية والاجتماعية، عايزين ممكن مثلا نتكلم عن مدينة زي مدينة سمراء مثلا في العراق. المدينة دي أول ما تم إنشائها سموها سر من رأى، سمراء. انتوا متخيلين من عظمة المدينة دي وجمالها؟ بس بعد هجرتها سمراء خمت ذكرها تماما تماما واتحطت في طي النسيان، ده بسبب تغيير العاصمة من مكان للتاني. مدينة الفسطاط مثلا كانت مدينة المدائن فترة من الفترات، الفسطاط خاب نجمها بعد استخدام عاصمة تانية وأصبحت بعد كده بفترة القاهرة هي العاصمة. وبعد كده أو إهناسيا المدينة مثلا لما نيجي نتكلم عن استخدامها في الفترة بتاعت عصر الانتقال الثاني والفترة بتاعت الصراع الطري الإهناسي، وكانت مقر للملوك بتوع عصر الدولة الوسطى وما قبل عصر الدولة الوسطى، وبعد كده اتنسب. منفس يعني أول مدينة في الحضارة المصرية القديمة وهي مدينة أو عاصمة الأواصر. منفس دي في فترة من الفترات خاب نجمها تماما لدرجة إن العلماء قعدوا يدوروا هي فين منفس دلوقتي. منفس اللي كانت في عصر الدولة القديمة هي عاصمة الإمبراطورية المصرية أو عاصمة الدولة المصرية. فالتغيرات السياسية والاجتماعية كل ده ممكن يكون سبب من أسباب اندثار مدن أو اختفائها تماما. كمان التطور العمراني والسكاني اللي هيخلي المواقع الأثرية مش معروفة فين لحد دلوقتي. يعني مدينة منفس اللي احنا لسه بنتكلم عنها من شوية تعتبر موجودة تحت قرية بيتراهينة والعزيزية اللي موجودين دلوقتي. القرى الحديثة موجودة بس المدن القديمة دي أو المدينة القديمة منفس مختفية تماما، مفيش غير بعض أو مجموعة من الأطلال اللي موجودة لحد دلوقتي. ينطبق الكلام على نزلة السمان مثلا؟ نزلة السمان واحدة من أكثر الأماكن اللي موجودة، وبالفعل أنت بتتكلم عن العصر الأسرة الرابعة بالكامل ومقابرهم، وخصوصا مثلا واحدة من أشهر الآثار اللي موجودة واحنا عارفين إن هي موجودة تحت مقابر نزلة السمان أو البيوت بتاعت نزلة السمان، المعبد بتاع الوادي بتاع الملك خوفو. المجموعة الهرمية بتاعت الملوك بتبقى عبارة عن
اول حاجه معبد وادي بيربطها طريق صاعد، بعد الطريق الصاعد عندي معبد تاني بنسميه المعبد الجنائزي، ومنها ليه الهرم اللي احنا بنشوفه. معبد الوادي بتاع الملك خوفو للاسف موجود تحت البيوت بتاعه نزله السلمان، ولحد دلوقتي يصعب اكتشافه لان هو لازم نهد جزء كبير جدا من المكان علشانها. ومن الكوارث اللي احنا بنعرفها من وقت للتاني مش عارف سقوط منزل فوق مجموعه من الاشخاص يقومون بمش عارف الحفر الخيسة ليلا ومش عارف ايه في منطقه نزله السمان وفي الاقصر وفي سقاره وفي ابو سير ومش عارف في المنيا وفي كل ده، نتيجه ان الناس بتبدا تحفر تحت بيوتها علشان هم مقربين للاماكن الاثريه، او على الاقل خالص مش مقربين، هم بانيين بيوتهم فوق الاماكن الاثريه. تمام، حلو. انا عرفت الموقع الاثري، عايز اعرف مين هم اعضاء فريق الحفر الاثري. الفريق ده عباره عن او اهم شخص فيهم هو مدير الفريق. مدير الفريق بيشترط انه يكون عالم اثار في احد فروع الحضاره المصريه القديمه. بمعنى انا هحفر في سقاره، يبقى اشوف ايه هو الغالبيه اللي موجوده في منطقه سقاره، هقول مثلا ان هي عصر الدوله القديمه، يبقى هجيب مستر حمدي حسن، هو متخصص في علم المصريات في عصر الدوله القديمه، يبقى انت اللي هتبقى رئيس البعثه. بحفر في موقع مثلا زي مقبره الدوله الحديثه في سقاره، يبقى رئيس البعثه هيبقى هو شخص متخصص في الفتره دي، الحقبه الزمنيه دي. بيبقى تحت منه على طول هو مساعد رئيس البعثة. المساعد ده هو اللي بيحل محل رئيس البعثة في حالة عدم وجوده، وفي نفس الوقت هو اللي بيقوم بعمليات التنظيم الإدارية، اليوميات، العمال، الكلام ده كله بيقوم بيه مساعد رئيس البعثة. الشغل بتاعنا بيتقسم على ثلاث تخصصات مشهورة أو ثلاث تخصصات مهمة: الأثريين، المتخصصين في العلوم التانية، والعمال بتوعنا. الأثريين دول اللي هم الأركيولوجيست، اللي كل واحد فيهم بيبقى سلاحه هو الفرشه المسطرين وادوات الحفر، وبيبقى متخصص داخل مربع معين، هو اللي بيبقى رئيس جمهوريه المربع ده، يشتغل ويبقى التواصل مباشر مع رئيس البعثه. يعني سي لو هقول ان عزمي هو رئيس البعثه، هيقول لعبد الواحد مثلا الاسد المتخصص عن المربع A1، انت اللي هتشتغل في المربع ده وبتتابع سياسته معايا في 1 2 3، وكل ده لازم يبقى بالتنسيق مع محمد مثلا اللي شغال في المربع بتاع A2 علشان نقدر نكمل بعض، لان الموقع الاثري زي ما هنتكلم دلوقتي بالتفصيل بيتقسم لمجموعه من المربعات. كل اثري بيساعده مجموعه من الاسيستنت اللي هم المساعدين والحفارين. المتخصصين لازم يبقى عندي سيرفيور مساح، والمساح ده بيبقى شغال على الاجهزه المساحيه اللي هي الاوتو ليفل والتوتال ستيشن والجي بي اس، واللي شغالين على الاركايفنج اللي هم بيقوموا بعمليات التسجيل والتوثيق، وفي نفس الوقت المصور الفوتوغرافي الذي لا غنى عنه في كل بعثه اثريه، وطبعا متخصصين العظام والفخار والنباتات، ولازم يبقى عندي مرمم في حاله وجود قطع محتاجه تدخل سريع واسعافات اوليه من الترميم. العمال بتوعي ودول هم يعتبروا ايد وردي الاثري، لازم يبقى فيهم رئيس عمال. رئيس عمال لازم يبقى محنك، رئيس عمال لازم يبقى قوي ومسيطر على عماله. واشهر رؤساء العمال اللي موجودين في مصر جايين من جفت، عمال جفت من اشهر العمال اللي بيشتغلوا في مصر كلها، لان هم بيبقوا مدربين وشغالين من زمان جدا قريه جنب الاقصر في القنا. العمال الفنيين اللي بيساعدوا الاثريين ولازم يبقوا مهاره جدا، وطبعا عندي عمال اليوميه اللي بيشتغلوا على بالكريك وبيشيلوا الرتيل. تمام، عرفت دلوقتي فريق او اعضاء بعثه الحفر الاثري، لازم اعرف ايه هي الحاجات اللي لازم يراعيها فريق العمل الاثري ده. اول حاجه قبل ما يبداوا شغلهم لازم يعملوا دراسه جيده جدا جدا للموقع الاثري، ان هم يجمعوا كل المواد العلميه اللي اتكتبت عن الموقع قبل ما يشتغلوها. لازم يعملوا بحث شامل عن الموقع اللي هيبداوا فيه، ويحددوا ايه هو الهدف من الحفاير، اللي هو السؤال الاساسي: انا بحفر ليه؟ بحفر علشان عندي في نقطه سوداء غامضه انا محتاج اعمل لها لايتنج،
لازم انور النقطه دي، لازم اعرف اجابه السؤال ده. فهو ده السبب الرئيسي من عمليه الحفاجر، ولازم في كل خطوه بعمل عمليات تسجيل وتوثيق لكل موقع او كل جزء انا شغال فيه، وبنظر بعد كده الطبقه السطحيه وانا شغال. واحده من الاساسيات لازم اشوف طبقه الرديم اللي انا هشيلها من الحفاجر ارميها فين، وده بيتم عن طريق الخبره في المواقع. يعني لو انا هحفر في الترابيزه دي بشوف الهواء بتاعي جاي منين، جاي مثلا من بحري، فلو انا شغال هنا ورميت رديم الحفاير هنا اعرف ان كل الهواء هيجيبه ويرميه عليا مره ثانيه، مش هيبقى ذكاء. فلازم اشوف المكان واتجاه الهواء واشوف المكان ده اللي هيرمي الغفار والاتربه والكلام ده كله بعيد عن الموقع اللي انا شغال. تمام، خلاص عرفت لازم اعمل تخطيط للموقع بتاعي، وده اللي انا بسميه الجريد. ايه نظام الجريد ده او نظام الشبكيه؟ نظام الشبكيه بشكل بسيط جدا هو ان انا باخد الموقع بتاعي، زي مثلا احنا هنحفر في الاوضه دي، هنقول ان الاوضه دي 100 متر مثلا، انا محتاج اسس هو انا هقسم الجزء بتاعي او الشغل اللي انا شغاله لمجموعه من المربعات. يعني ادي موقع الحفر الاثري اللي انا شغال فيه، وزي ما اتفقنا ان احنا هنقول عليه 100 متر. هروح بادئ من هنا من اقصى الجنوب الغربي، من اقصى الجنوب الغربي. ليه اقصى الجنوب الغربي؟ علشان احداثياتي بعد كده، وبروح واخد احداثياتي هنا اللي هو الاكس والواي والزد، و بمشي بعد كده شين شين. يعني ايه شين شين يا جماعه؟ شمال شرق، شمال شرق، واعمل 5 متر هنا وهنا واعمل مربعي الاولاني، واطلع 5 متر تانيين في 5 متر واعمل مربعي التاني، و5 متر في 5 متر واعمل التالت، وهكذا. واسمي مثلا المربع ده A1 وده A2 وده A3 وده هيبقى B1 وده B2 وده B3. وانا ليه بعمل الكلام ده كله؟ علشان بعد كده وانا شغال لو لقيت هنا اهو تمثال، لقيت هنا قطعه فخار، اجي بكل بساطه اقدر اوقعها واقول ان ده اتلقت في المربع A3 في او على بعد 5 او 3 متر مثلا من الديتوم اللي انا هعمله، واقدر ارسم واصور واوثق طبقا لرقم المربع بتاعي. بس لازم قبل ما ابدا حفاير واعمل المربعات ادي كود للموقع بتاعي. يعني ايه كود للموقع بتاعي؟ انا اشتغلت بجمعيه بنات الغد، هروح قايل مثلا ايه؟ ان انا هسمي الموقع ده هسميه بنات الغد 2021، وليكن ده هيبقى الكود بتاع الموقع بتاعي، او هسميه بي مثلا جي اللي هو بنات الغد اول حرف، الانيشالز بتاعت اول حرف من كل حاجه، واسميه مثلا 2021 عشان يبقى هو ده اللي انا هشتغل عليه ويبقى قوه كل حاجه. وبعد كده لما اجي اشتغل اروح قايل بي جي شطه A3. يبقى انا في الحاله دي عرفت ان القطعه دي اتلاقت في موقع بنات الغد 2021 في المربع بتاعي اللي هو A3. بعمل الجريد بتاعي ده وابدا طول ما انا شغال اشتغل على اللقى الاثريه اللي موجوده على السطح الاول، انظف السطح وبعدين ابدا انزل. ايه هي الادوات اللي بيستخدمها الحفار؟ في مجموعه من الادوات لا غنى عنها. ادوات الرسم، طبعا كلنا عارفين الامطار بتاعتنا، الامطار يا اما الامطار اللينه دي اللي هي القماش والامطار الحديد. في نفس الوقت لازم يبقى عندي كراسة الرسم البياني، لازم يبقى عندي ورق الكلك اللي انا بشتغل وبشف عليه، لازم يبقى عندي كاميرا التصوير اللي بشتغل بيها اول باول، المقاطف علشان اعبي فيها الرديم، والكواليك والغربال للغربال. علشان وانا شغال ممكن في وسط الحفاير دي كلها يبقى في حته تريمه صغيره 5 سم 5 سم، فما ينفعش تضيع في وسط الرديم، فلازم عندي متخصص قاعد او عامل قاعد هو
قاعد على المهزة وبيغربل علشان يطلع كل الرفايع الصغيرة جدا بالغربال ده وطبعا الكواليب. فدي المجموعة او الادوات اللي بيستخدمها الحفار. حاجة تانية هو جهاز التوتال ستيشن. انا قعدت فترة طويلة جدا تخصصي هو السيرفي وبايت سوبرفايزر في السيرفي، فالجزء الاساسي هو اللي بيستخدمه دلوقتي الحفار علشان يقدر يعرف الستارت بوينت بتاعته عن طريق التوتال ستيشن او الاحداثيات. لازم يبقى هو عنده احداثيات علشان يقدر يدي بعد كده للموقع بتاعه احداثيات. فالتوتال ستيشن جزء او جهاز لا يمكن الغنى عنه دلوقتي في مواقع الحفاير. حتى الوزارة عندنا بدأت تستخدم جهاز التوتال ستيشن اللي احنا بنسميه جهاز المحطة الشاملة. تمام يا حمدي؟ الادوات الخاصة او شنطة الحفار. المدرس معاه كشكول التحضير بتاعه، معاه الوايت بورد بتاعه، معاه القلم، القلم الازرق والقلم الاحمر اللي بيعلم بيه للطلبة. المهندس لازم يبقى معاه مسطره حرف التي. طب ايه هي الادوات اللي بيستخدمها الحفار؟ الحفار لازم يبقى عنده الشنطه بتاعته اللي بنسميها شنطه الحفاير. وكلنا بنمشي بمبدا الشنطه او الشطره تخزن برجل قصاد. يعني وانت شغال استخدم اسهل وابسط الادوات، ما تعطلش نفسك وتقول انا مش معايا كذا فهوقف شغل. لازم تشتغل بابسط الامكانيات. شنطه الحفار دي لازم يبقى فيها مسطرينك. مسطرينك ده هو سماعه الاسري، السماعه اللي بيستخدمها الطبيب دي. المسطرين هو او المسطرين والفرشه هم الحاجه الاساسيه اللي بيستخدمها الاسري. المنصل، المنصل ده عباره عن خريطه للالوان، عباره عن جايد بوك كده للالوان، لان هو بالظبط كده. لازم كمان يبقى عندي الفرش، الامطار الخشبيه، الامطار العاديه، المساطر السكيل علشان تساعدني في عمليات الرسم. وعندنا هنا واحده من الزملاء اللي ماسكه الباريزما علشان تلقط اللقطه بتاعه التوتال ستيشن. كراسه الملاحظات دي او الطاير دي مهمه جدا جدا جدا، هي الكشكول بتاع التحضير بتاع الاثر اللي بيكتب فيها كل ملاحظاته اول باول عن الاثار اللي بيكتشفها. وطبعا سهم الشمال علشان وانا بصور يبقى معايا في سهم الشمال يعرفني فين اتجاهاتي. تمام يا حمدي؟ ده شكل الشبكيه. انا خلاص هبدا حفر، فاروح عامل المربع، الموقع بتاعي عباره عن مربعات بالشكل ده، وبشد الخيوط بتاعتي علشان اقدر احدد شكل الشبكيه بتاعتي. ممكن اعمل المربع بتاعي 5×5، ممكن اعمل المربع بتاعي 10×10، وده كله بيحدده مدى كبر وصغر الموقع الاثري نفسه. لو الموقع بتاعي صغير ومحموم ومحكوم هعمله 5×5. ممكن وانا شغال كمان اعمل مربع داخل المربع اللي هو 2×2. فاللي بيتحكم في كبر وصغر المربعات هو حجم الموقع الاثري نفسه. تمام. التسجيل، التسجيل العلمي. ايه هو التسجيل العلمي وايه اهميته؟ الفرق ما بين الحفاير العلميه المنظمه الحديثه وما بين الحفاير الخيسه اللي هي حفاير الحراميه هي عمليه التسجيل والتوثيق. الاثريين اجتمعوا سوا ان لازم يبقى في سيستم معين نشتغل بيه علشان نقدر نسجل ونوثق بيه المواقع. اول حاجه قلنا ان احنا هندي كود معين للموقع بتاعنا. حديثا بقينا بنحط الاحداثيات كمان الاكس والواي والزد عن طريق الاقمار الصناعيه واستخدام الجي بي اس. بحط كمان مع كود الموقع التاريخ، اسم الحفار اللي اشتغل في المربع ده، اسم الاثر ورقمه والابعاد بتاعته. يعني لو لقيت عامل صغيره كده 2 سم × 2 سم هحط الجزء بتاعها وهرسمها. هنا عندي مثلا بنعمل عمليه رسم لي القطع بتاعتنا. السادة الاثريين هنا بيشتغلوا توثيق لكل اثر بيطلع قطعه في قطعه، فلازم يبقى عندي ترابيزه كده داخل او بجانب الموقع الاثري بيروح فيه الاثري يكتب ويسجل ويوثق كل قطعه على حده. وطبعا لازم يبقى عندي مخزن علشان القطعه اللي تطلع اول باول دي بعد تسجيلها وتوثيقها تودع في المخازن المعقده لحين ما بتنزل للمخازن الثابته بتاعتنا اللي احنا بنسميها المخازن المتحفيه. فالتسجيل هو اهم عنصر من عناصر
العمل الاثري اللي بيفرق ما بين الحفاير الخنسه وحفاير السرقه او حفاير الخنسه اللي احنا شايفينه قدامنا ده. حاجه اسمها استراتيجرافي، استراتيجرافي التتابع الطبقي. يعني ايه التتابع الطبقي؟ تعالوا كده نفكر في جمعيه بنات الغرب، المكان اللي احنا قاعدين فيه. الجمعيه دي كانت شغاله ايه قبل ما تبقى، او المكان ده كان شغال ايه قبل ما يبقى بنات الغرب مثلا؟ كان شقه بتاعت ناس عاديه خالص. واول ما الجمعيه ما جت راحت مديه وش بياض للمكان، وراحت ملونه، وراحت حاطه مش عارف اضاءه حديثه، وراحت حاطه مراوح، وراحت حاطه الكلام ده كله. بعد 100 سنه مثلا جت وزاره الاثار قالت يا جماعه هنعمل حفاير في الحته دي علشان دي كانت جمعيه معرفش ايه، وكانت جماعه الوعي الاثري. فيجي الاثريين يشتغلوا وهم شغالين حفاير في المكان بتاعنا ده، بيروحوا شايفين نوع البياض اللي احنا اللي هو موجود ده، ده بياض جيد، فيعرف ان الناس اللي كانت عايشه هنا كان حالتها الاجتماعيه ميسوره. عرفت الكلام ده منين؟ من نوع البياض اللي موجود. واحنا شغالين بنلاقي البلاط، هو بيستخدم سيراميكا كليوباترا، سيراميكا مش عارف ايه فرز اول، فعرفنا ان المكان ده كان برضه الناس اللي عايشين فيه حالتهم ميسوره. اول ما جيت حمدي حلف عليا لازم تاكل مش عارف ساليزون، لازم تاكل مش عارف ايه، فراح جايب. فلقينا واحنا بنحفر الورق بتاع الشوكولاتات اللي جايه من لابوار ومش عارف من العبد ومش عارف من ايه، ففي وسط الحفاير لقينا الكلام ده كله. فعرفنا ان الحاله الاجتماعيه بتاعت الناس دي كلها ميسوره. الله ينور عليك. اشتغلنا بعد كده ورحنا سيبنا الطبقه دي ورحنا شايلين الطبقه بتاعت الملاط دي وبصينا، عملنا سكشن فيها، بصينا لقينا ان طبقه الملاط اللي كانت قبلها كانت اقل في الجوده بتاعتها. فعرفنا ان الناس اللي كانت ساكنه قبل الجمعيه كانت حالتهم تعبانه. لما جت الجمعيه لقت ان البلاط اللي موجود عباره عن بلاط موزايك اللي هو البلاط العادي، راحوا فرشين رمل وراحوا حاطين السيراميك بتاعهم اللي هو الفرز الاول عليه. فلما شلنا البلاط ده بصينا لقينا الموزايك القديم، فعرفنا ان الناس دي برضه الحاله الاجتماعيه بتاعتها كانت تعبانه شويه. هو ده، هو ده الاستراتيجرافي. وانت شغال حفاير بتبص تلاقي طبقه تدخلت معاها طبقه ثانيه، تدخلت معاها طبقه ثالثه، فبنعرف من خلال التتابع الطبقي ده، التتابع الطبقي اول حاجه مين اللي جاء قبل مين، ثاني حاجه الحاله الاجتماعيه بتاعه الناس اللي سكنت في المكان ده، الحاله الاقتصاديه بتاعتهم، كل التفاصيل دي بقدر اعرفها وانا شغال حفاير من خلال استراتيجيتي. الكومبوننتس بتاعت كل طبقه، ايه هي المكونات بتاعتها؟ ايه هي المحتويات بتاعه الطبقه دي؟ لازم الاثري يبقى عينه قويه جدا علشان يقدر يفرق بشكل قوي وملحوظ جدا جدا ما بين الاشكال بتاعه التتابع الطبقي. حلو قوي. هل استفاد علم الاثار من التكنولوجيا الحديثه؟ ايوه. علم الاثار من العلوم اللي استفادت جدا 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 من العلوم الحديثه. الاثري زمان وابتدانا عصرته في اول شغل خالص كنا هنقول يلا يا موقع اثري ويلا نشتغل، هنعمل ايه بقى؟ تصحى الصبح بدري خالص الفجر، سعادتك تعمل حاجه اسمها ووكينج سيرفي. ايه الووكينج سيرفي؟ اصحى الفجريه في الشتاء في الندى اللي هو النسمات الندى كده وهي بتنقط، فتصحى الصبح في الموقع بتبص عينك على الارضيه اللي انت او الموقع اللي انت هتشتغل فيها. هتلاقي دايما وانت شغال او انت بتمشي في بقعه كده، في حاجات لونها متغير عن حاجات. الندى لما بينزل على الارض بيديني الشكل ده. الاثري الشاطر بعينه اللي هو يعني زي عين الصقر يقدر يعرف ان الحته دي في تغير بالشكل ده، فانا قدرت احدد ان في هنا سور معمول من الطوب اللبن، لانه هي منديه كده ادتني لون جراي شويه، بس في الحته دي ظاهر معايا شويه لون مبيض، فعرفت ان تحت منها لايم ستون، في عندي حجر جيري تحت منها، فانا عرفت بخبرتي او بعيني المجرده ان في هنا سور، في هنا معرفش ايه، فبيمسك الاثري
المصدرين بتاعته ويبدا يخط الخطوط العريضه علشان يقدر يفهم الموقع الاثري. ده كان شغلي في الاول خالص كاثري بشتغل بيه اللي هو زي ما قلت لكم الشطره تنزل رجل حصان. دلوقتي الاثري بيقدر يستخدم المجموعه الكبيره جدا من اجهزه كشف المعادن او اجهزه الكشف عن المعادن، الاجهزه الراداريه، بنستخدم الساتلايت يعني القمر الصناعي يبدا ينزل ويزوم كمان علشان يقدر يعرف ايه اللي موجود احيانا تحت سطح الارض. عندنا في اثريه امريكيه اسمها سارة باركر كتبت كتاب بيتكلم عن وجود 100 هرم لم يتم الكشف عنها حتى الان. الست دي قدرت تحدد مواقع الاهرامات دي كله من خلال الساتلايت القمر الصناعي. متخيلين ان انا اقدر اعرف ايه اللي موجود وانا قاعد في مكتبي لو استخدمت تقنيات او التقنيات الحديثه زي القمر الصناعي. ليه ما اكتشفناش الحاجات دي كلها وليه ما اشتغلناش عليها؟ انا سهل اقدر احددها بس مش بسهوله اخد بعثه كامله وابدا اشتغل واحفظ، لان كل ده بيبقى محتاج تخطيط وترتيب وميزانيات وعمال وموافقات. كل ده بيحتاج شغل ومجهود، وفوق كل ده الاثار اللي انا هكتشفها لازم ابقى لاقي لها المخازن بتاعتها والمخازن المتحفيه، وبعد كل ده لازم يبقى عندي مجموعه من المتاحف اللي هطير على كل الكلام ده. علشان كده انا مقتنع تماما ان لو انا عندي موقع اثري ومش هقدر احافظ عليه يفضل ان انا اسيب الموقع ده مكانه للاجيال اللي جايه بعد كده تكتشفه، علشان ما اخدش الموقع ده وابدا اشتغل فيه وادمر فيه واحرم الاجيال اللي جايه من الموقع ده. يبقى لو هفكر اشتغل في موقع اثري لازم ابقى متاكد 100% ان انا هقدر احافظ على الموقع ده واسجله واوثقه كويس كويس جدا. عندي هنا مجموعه من المعامل، على فكره المعامل دي موجوده هنا في الايفاو اللي هو مركز البحوث الفرنسيه، وعندي الدايل اللي هو مركز البحوث الالمانيه الامريكيه كمان، مجموعه هايله من المعامل. انا مثلا عندي هنا التعامل مع الكربون 14 اللي قدر بعد كده يفك لي لغز عمليات التاريخ خصوصا مع المواد العضويه، هنا الاجهزه الميكروسكوبيه، وهنا تخيلوا الشكل اللي انا شايفه ده اللي شكله معقد قوي قوي ده. ده عباره عن انا جبت قطعه من الفخار وحطيتها تحت الميكروسكوب وبدات اشوف، فشفت كل الكومبوننتس المكونات والمحتويات بتاعتنا. فانت متخيل ان دي اللي انت شايفها ومعقده قوي قدامك هي عباره عن قطعه من الفخار اتحطت تحت الميكروسكوب. التقنيه الاحدث دلوقتي هو استخدام الدي ان اي في المومياوات، وعندي الدكتور حواس اللي عمل مجموعه كبيره جدا جدا من البحوث قدر يعرف فيها صلات القرابه اللي ما بين الملوك والملكات بتوع عصر الدوله الحديثه تحديدا، فاستخدام الدي ان اي اللي هو الحمض النووي في معرفه صلات القرابه اللي ما بين الملوك والملكات وكمان الافراد من مصر القديمه. يعني انا لو عندي موميتين وخدت الحمض النووي بتاعهم هقدر اعرف مين يقرب لمين من خلال الاحماض النوويه دي كلها. تمام. علم الاثار والعلوم الحديثه، المعامل، الاستخدام الميكانيكي بتاع التنظيف، كل الحاجات دي كلها داخل المعامل. معامل وزاره الاثار لسه ستيل محتاجه لكثير من المجهود علشان توصل للمعامل العالميه، بس بقى عندنا دلوقتي في معمل المتحف المصري الكبير مجموعه هايله رائعه من المعامل اللي بتضاهي المعامل العالميه اللي موجوده في الايفاو وغيرها وغيرها من المعامل اللي هي موجوده في المتحف المصري الكبير اللي موجود في الجيزه. تمام. تعالوا نفرق كده مع بعض ما بين الحفاير الخلسه او الحفاير بتاعت الحراميه والحفاير المنظمه. ايه هي اهم الفروق؟ لو انا وانت كده فكرنا، انا عندي موقع بيشتغل فيه اثريين، ناس مدربين، ناس حفارين بيعملوا تسجيل وتوثيق، عندي موقع تاني اللي هو مش عارف انزل يا محمد عمك ما اعرفش لقى ذهب وياقوت ومرجان فتعالى ناخد الحاجات دي ومش عارف نشوف واحد يصرفها. تعالوا نشوف لو انا عندي الموقعين، موقع اثري وبيشتغل فيه اثريين وموقع تاني بيشتغل فيه مجموعه من النصوص بتوع المقابر، ايه هي اهم الاختلافات اللي هتبقى موجوده ما بين الموقع ده والموقع ده؟ تعالوا نفكر سوا شويه بصوت عالي. الاختلافات
الاسود تاني معلش. لو انا عندي موقعين، موقع بيخضع ليه مجموعه من الاثريين، الناس المدربين المتخصصين، وموقع تاني الناس بتشتغل فيه اللي هو لصوص المقابر او الناس اللي بتدور على الاثار. ايه اهم الفروق اللي هتبقى موجوده في الموقع الاثري ده اللي بيشتغل فيه متخصصين والموقع اللي بيشتغل فيه لصوص المقابر او الناس اللي بتعمل حفر خنزير؟ التخطيط والتنظيم يا فندم. الله ينور عليك. بالتالي طبعا ولا في تخطيط ولا في تنظيم. انا موقع الاثري ان الناس بتخطط وتنظم، قاعدين مع بعض عاملين خطه محكمه، الناس الثانيه شغالين، اهم حاجه يدوروا يلاقوا خطه يبيعها فقط. بالظبط كده. فهو دخلنا في النقطة الثانية، الغرض من الناس اللي شغالة هنا هم العلماء، هو كشف غموض وأسرار الماضي. الناس الثانية الغرض هو البحث عن الثراء السريع. بالظبط كده. ممكن الموضوع مش بيع بس القطع الأثرية بتاعتنا في الداخل، ده ممكن يحصل التهريب كمان، وده كتير جدا جدا بنلاقي الأخبار بتاعهم كتير قوي قوي من صالات والمزادات اللي موجودة. مش عارف تمثال سخ مقال، معرفش مين تمثال الكاهن، معرفش مين قطعه من مجموعه. وهنا في حفر بتنظيم وشغل علمي، وهنا اكيد الحفر عشوائي. بالظبط. الناس بيعملوا خطوات علشان يوثقوا ويسجلوا، الناس الثانيه بتشتغل بشكل عشوائي. تمام. ايه تاني اللي ممكن نلاقيه؟ لو بصينا هنا الاثار اللي بيلاقيها العلماء دي ممكن تبقى سبب في كمان رفع الناتج القومي او الدخل القومي، لان بعد كده الاثار دي هتتحط مباني والناس هتزورها وتدخل دخل قومي. الناس الثانيه هي بتدور على دخلها الفردي علشان تبيع اثارنا وتراثنا. الحفاير دي حفاير منظمه، حفاير بيشتغلها علماء اثار مصريين او بعثات اجنبيه. الحفاير الثانيه هي حفاير خلسه وغير منظمة. الأثر اللي بلاقيه مع الحفاير العلمية بيبقى هو الكونتكست بتاعه، يعني جوه الشكل العام، فببقى صورته ووثقته فبيديني معلومة. الثاني بيتاخد يروح أنا معرفش هو جه منين أو راح فين. لو بصينا للصور دي أو مجموعة الصور دي هتعرفنا الفرق الكبير والرهيب ما بين الأثريين اللي بيشتغلوا هنا. مثلا واحنا شغالين في حفاير الدولة الحديثة بيتوسط المجموعة الأستاذة الدكتورة عوري العجيزي، كانت عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، ودي حفاير كلية الآثار جامعة القاهرة. هنا الدكتور أحمد رئيس مركز تدريب اسكندرية، هنا في معمل الإفاو، هنا في منطقة سقارة، كل موقع هنا في بويو في كفر الشيخ، كل موقع من دول بيشتغل فيه مجموعة من العلماء وظيفتهم الأساسية كشف غموض الماضي. بعد كده بص تلاقي نفسك موجود، لا ارجع. ففجأة الساعة 10 11 12 بالليل رئيسك في العمل يتصل عليك يقول لك اطلع يا عزم في ضبطية دلوقتي. ايه الضبطية دي؟ اطلع في حفر خلسة موجود في منطقة كذا كذا كذا. يبقى معاك اثنين مفتشين وتطلعوا، تبص تلاقي المنظر المعتاد اللي بنلاقيه. سلم، مجموعة من الحبال وحفرة. الناس او الاهالي اهالينا بيحفروا تحت بيوتهم، ينزل يجيله واحد يقول له عارف يا حاج محمد انت في تحت بيتك كنز، عرفت منين يا حاج احمد؟ اصله شيخ، اصله هو ما اعرفش ايه، ويبدا يجيب لك بقى ما اعرفش شيخ مغربي، ويبدا يحضر ما اعرفش ايه، ويبقى عنده مش عارف القرين، ويبقى عنده الحاجات الغريبه اللي بتحصل دي. وفجاه تبص تلاقي في بيوت اتهدمت وفي عائلات اتشردت وفي ناس ماتت، كل ده علشان خاطر الحفر الخلسة او الناس اللي بتدور على الثراء السريع. ولو بس في حاجه ما هو لا حد لقى حاجه، بس يعني فرحته مش هتكمل علشان نتقفش. علشان كده الدوله بتبذل قصارى جهدها، وده بدا تحديدا سنه 1983. لو بصينا للاثار المصريه قبل سنه 1983 كانت القوانين كلها بتتيح للبعثات الاجنبيه كمان اللي جايه تشتغل عندنا هنا في مصر، انت لقيت قطعتين والقطعتين دول غير نادرتين، خد انت قطعه كبعثه اجنبيه وانا هاخد قطعه كمصر. عشان يسيبوا لي انفتاح يعني فرضي الفتاح. وقتها كده الفتره دي فتره الملكيه لحد 83 كان تعالى احفر عندي وهات لي علماء اثار احفره وخد انت نصيبك وانا هاخد نصيبي، وخد انت معرفش ايه وانا هاخد ايه. علشان كده
لو رحت 50-50 لو رحت متحف المتروبوليتان، لو رحت متحف اللوفر، لو رحت متحف البريطاني، لو رحت متحف تورين، ومتخيل متحف تورين في ايطاليا في قطع أثرية، أكبر متحف آثار مصرية في العالم، في العالم بعد المتحف المصري في القاهرة يعني. يعني المتحف المصري في القاهرة، متحف تورين بره. وعد بقى معاك زي ما قلت لك متحف بأي حد، لأن القوانين بتاعتنا قبل سنة 83 كانت بتتيح الإتجار في الآثار. أنت لو دورت على على الإنترنت ما تحكمش يا دكتور بالكلام دي، مش تحكم بتهمة الخيانة للفترة الحديثة اللي احنا كان ما انت هتحكم الناس، انت هتحكم الناس ماتت، ما هو اصلا عايشين بالقصص دي. لا بص، هو للاسف احنا عندنا حاجة اسمها التقادم. الناس اللي درس القانون شوية، اي جريمة ايا كانت حتى لو كان مش عارف ايه بتسقط بالتقادم. فانت صعب قوي بالظبط كده، خصوصا ان انت ما تقدرش تطالب بحقوقك دي، لان انت اصلا قوانين الدوله نفسها كانت بتسمح لكده. ومش بس في فتره الملكيه، ده انت حتى كمان في فتره الجمهوريه، يعني حتى كمان في عهد عبد الناصر، في عهد السادات، وبدايات حكم مبارك، كل الفتره دي كان مسموح بيها. انت مثلا لو دورت وعملت سيرش على الانترنت وكتبت مثلا بائع المومياوات، انت متخيل تبص تلاقي واحد راكب في الشارع وقدامه مومياوات المؤبد. يعني ممكن شخص ياخد 15 سنة و 20 سنة وبيبقى السجن مشدد كمان أخيرا. يعني القوانين أصبحت صارمة الحمد لله مؤخرا. بعد ايه بقى؟ تبقى بكم الحنية الأصلاحي فاندم يعني؟ ما هو ده اللي احنا هنتكلم عنه. هنكمل يا بيتون؟ احنا هنناخد الثلاث دقايق دول بسبب كل الحفايد الخيسة دي بدأت الدولة المصرية، او مش بدأت، تداركت الامر ده كله وعملت مجموعة من القوانين، اهمها قانون 117 لسنة 83. القانون ده تم تعديله بقانون 3 لسنة 2010، وبعدين قانون 61 لسنة 2010، واخر قانون او اهم قانون دلوقتي اللي احنا بنتحكم ليه قانون 91 لسنة 2018، واخر تعديل في مادتين في القانون ده قانون 20 لسنة 2020. الاسري لازم يبقى عارف القوانين دي كويس قوي قوي. ليه بقى؟ لان هو فيها تعريف الاثر، فيها العقوبات اللي بتتم على المتعدي على الاثار. من اهم المادتين اللي هي العقوبات الماده 41 والماده 42، اللي بتتكلم على ان اي حد هيفكر يهرب اثار العقوبه بتاعته او الغرامه بتاعته لا تقل عن 1,000,000 جنيه، وبتوصل كمان لعمليه مصادره الاثر وحبسه. احنا هنا بنشوف ان اي حد هيتصرف في اثر او جزء من اثر او بيحكم عليه بسجن يصل الى السجن المؤبد. الدوله بتحاول على قد ما تقدر في ان هي تعمل تغليظ للعقوبات علشان ترضع الناس. من وجهه نظر المتواضعه ان احنا كدوله لازم نمشي في خطين لا يمكن الاستغناء عن احدهما والاخر. الاولاني هو تغليظ العقوبات، علشان لازم الدوله تاخد على ايد كل واحد يسوي ليه نفسه ان هو يتلاعب بتراث وحضاره البلد. الجزء الثاني هي ان احنا ننشئ جيل واعي وفاهم، اللي هو الجانب التوعوي، اللي هو المحاضره بتاعتنا دي واحد من الاساليب دي، علشان نعرف ولادنا خصوصا الصغيرين بتوع مرحله ابتدائي واعدادي ان تراثهم ده لا يمكن التفريط فيه، لان في عقول للاسف تحجرت وبدات تعرف او بدات تتشرب ان الموضوع ده الموضوع سهل جدا التصرف فيه، وما بقتش فاهمه يعني ايه تاريخ وحضاره واثار. علشان كده التركيز كله لازم يحصل على ولادنا واجيال المستقبل. الحاجات المنتشره جدا ومخليه ناس كتيره جدا او مجموعه من الخرافات، وانا بحب اسميها الهبدات اللي الناس كلها بتحب تتكلم فيها، هو لعنه الفراعنه، الزئبق الاحمر، ازاي اقدر اسخر الجن وفك الرصد واعمل معرفش ايه، وفكره الشيخ المغربي وغيرها الاطلانتس،
والقارة المفقودة والناس اللي جت من الأطلنطس علشان يبنوا الحضارة المصرية، وكمان فكرة وكمان فكرة الإيلينز والفضائيين اللي جم علشان يبنوا الأهرامات المصرية ومشي تاني، وأخيرا علاقة بني إسرائيل ببناء الأهرام. كل دي مجموعة من الخرافات اللي منتشرة، ولازم إحنا الأول خالص المتخصصين في علم التاريخ والآثار يبدأوا يتناقشوا مع المجتمع حواليهم علشان يفهموا الناس إن كل دي عبارة عن مجموعة من الخرافات. لعنة الفراعنة يا جماعة ما هي إلا بامبنج حصل بعد هاورد كارتر واكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. حتى لو في مجموعة من الناس ماتت وقتها فكان لأسباب عرضية، لعنة الفراعنة واحدة من الألغاز اللي مخلية ناس كتيرة جدا لحد دلوقتي تؤمن بيه، فكرة المامي كيرس. ولو دخلنا على هوليوود شوية هنلاقي مجموعة كبيرة من الأفلام اللي بتركز قوي قوي على فكرة The Mummy Curse نيولر وكلام كتير قوي قوي من ده. فكرة الزئبق الأحمر، وأنا حابب أوريكم الفيديو الأخير ده اللي هنختم بيه المحاضرة بتاعتنا النهاردة. دكتور اللفظ ده لفظ خطأ يعني كلمة الفراعنة يعني علميا هل هو رد فعل يعني؟ لا لفظ نفسه كلمة الفراعنة؟ لا لعنة الفراعنة. هل اللفظ ده أصلا غير صحيح؟ تعالوا نقول فكرة لعنة الفراعنة، هل هي صحيحة ولا مش صحيحة؟ في عصر الدولة القديمة، ولو هنرجع شوية في بداية العصور المصرية القديمة، المصريين كان عندهم شوية من الخوف على حياتهم الأبدية. أنا راجل صرفت وكلفت، بنيت مقبرتي وعملت الرسوم بتاعتي وحنطت الموميا وركنتها، ما يجيش واحد بقى معدي يروح ايه واخد الموميا بتاعتي يسرقها ويكسرها او يسرق المحتويات الموجوده. فاعمل ايه بقى؟ ابدا اكتب حاجه اسمها نصوص تحذيريه. يعني ايه نصوص تحذيريه؟ يبدا المصري يقول ايه عن خوف ايها الاحياء ايها المرون اللي هيمشوا من قدام المقبره دي. محدش بقى يبدا يحذر، محدش فيكم يفكر ان هو يعتدي على المقبره بتاعتي دي والا هتصيبه بقى. ويبدا الراجل يدي تحذير شديد اللهجه لاي حد هيقترب من المقبره بتاعته. فهي في الاول وفي الاخر عباره عن تهديد منه للاشخاص اللي هيتعدوا على الحاجات دي كلها. في عصر الدولة الحديثة ومؤخرا بدأ المصريين يلجأوا شوية لعمليات السحر، وبدأ المصري يجيب مثلا، عارفين زمان العروسة اللي كانت جدتي وجدتك بتروح عاملاها وتجيب عروسة ورق وتروح ماسكة الإبرة وتقول من عين أم أحمد ومن عين أم محمد ومن عين مش عارف مين ومين ومين كل اللي شافك وما صلاش على النبي، وتروح حرق العروسة دي وتروح بعد كده جايبة السواد وتروح حطهولك كده. ده متوارث مصري قديم من الدرجة الأولى. كان المصري القديم لو عنده أحد الأعداء بتوعه يروح جايب شكل شمع مثلا أو من الطين التراكوتا، ويبدأ يسمي التراكوتا ده أو الشمع ده أو كذا كذا، ده فلان الفلاني ابن فلانة، ويبدأ يوخز عينه ويوخز مش عارف إيه ويوخز اللي هو برضه فكرة من عين كذا ومن عين كذا ومن عين كذا. فأنا عندي نصوص تحذيرية المصري استخدمها، عندي نصوص بيسموها نصوص اللعنة. ففكرة النصوص بتاعت اللعنة دي موجودة، وفكرة النصوص التحذيرية موجودة، بس هل دي بالفعل سارية وموجودة؟ الفكرة كلها بتظهر إن أنا كأثري بشتغل في مقبرة، بشتغل بقالي تقريبا في مجال الآثار بقالي 15 سنة من 2006 وطالع، والحمد لله لسه عايش لحد دلوقتي ربنا يسترها. أنت بتشتغل وبمجرد ما تلاقي مقبرة موجودة انت كأسري لازم تصبر شوية، لان المقبرة دي موجودة ممكن تكون مقفولة بقالها اكتر من 1000 سنة 1200 1500 سنة. فانت ما ينفعش ان مقبرة او مكان حتى مقفول تروح داخل عليه مرة واحدة. تخيل انت كمية البكتيريا والفيروس والاشياء الضارة اللي نامت جوه، فلازم يدخل الهواء، عملية اللي هو تبادل الهواء. افتح المكان وسيبه يتهوى وسيب كل الاشياء الضاره دي تخرج وتتنظف مع الهواء النقي، وبعد كده انزل. هو ده اللي العلماء بتوع الاثار شغالين عليه، ان انت ما ينفعش تنزل بشكل مباشر بعد ما تفتح بير او بعد ما تنزل مقبره او 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 او، علشان كل الاشياء الضاره دي تبدا تطلع مع الهواء.
كل ده بدا يظهر زي ما قلت لكم بسبب البامبنج الاعلامي اللي حصل مع اكتشاف المقبره بتاعه توت عنخ امون 1922. بس عندنا علماء اثار موجودين ما بيننا لحد دلوقتي اللي بيشتغلوا بقالهم 20 و30 و50 سنه. حواس عنده حاجه و70 سنه وما جروش اي حاجه. وقبلها الدكتور عبد الحليم نور الدين رحمه الله عليه. وعندنا الدكتور موسى قبل منه. وعندنا مجموعه من العلماء والناس كبيرة جدا جدا اللي ربنا يديهم الصحة موجودين ما بيننا لحد دلوقتي. الناس دي موجودة واشتغلت عشرات السنين ولسه موجودة لحد دلوقتي. وغيرهم غيرهم من علماء الآثار الأجانب والمصريين. مستر حمدي هيتكلمنا عن أو في الفيديو ده هنتكلم فيه عن الزيبق الأحمر، واحدة من أشهر الحاجات اللي الناس اتكلمت فيها. ده انا وصغير انا اصلا حكايات لو تبدا في مصر القديمه قصه النهارده بدات تحديدا في عصر مصر ال 27 لما الطائر ابو تنان اضطر ان هو يبني مقبرته في سقاره. بعدها تقريبا ب 2500 سنه ليس بيساعد وعملت شفاته في منطقه سقاره. اكتشف المقبره بتاعت ابو تنان بس ما كانتش القصه والدرجه في اكتشاف مقبره ابو تنان اكثر من وجود سائل لازم موجود في تابوت الراجل ده. عملوا ابحاث وشغل كتير جدا جدا علشان يعرفوا ايه هو اللي موجود في التابوت بتاع عمود النخل. وقتها كان ابو لوكاس هو كيميائي مصلحه الاثار اللي عمل تحاليله عشان في الاخر خالص يقول لنا ايه هو اللي موجود داخل التابوت ده. الا ان الناس كلها ما صدقتش وقتها وعملوا ضغط كبيره جدا جدا عن ايه اللي موجود داخل السائل. وبعدها ظهرت الفكره بتاعه الزيبق الاحمر. الزيبق الاحمر المصري اللي يستخدم فيه القنبلة النيتروجينية، القنبلة السرية، وكمان في توجيه القذائف البالستية، كل ده أيوه كل ده. عايز كمان تتخيل معايا إن الزئبق الأحمر هو إكسير الحياة، وهو كمان غذاء الجن، علشان كده الناس اللي بتدور على الآثار ونصوص الآثار دايماً بيدوروا على الزئبق الأحمر علشان بيساعدهم في العثور على الكنوز الفرعونية. كمان بيقولوا إن الجن بيتغذى على الزئبق الاحمر ده وبيساعد كل الناس علشان اللي بتبحث عن الكنوز المصريه القديمه في العثور على الكنوز، وده اللي بيسموه نصوص الاثار الرصد. علشان كده ناس كتيره جدا اشتغلت في فكره ازاي تلاقي الزئبق الاحمر. بس هل قصه الزئبق الاحمر من وقتها هي قصه حقيقيه ولا خرافه؟ وقتها قفل. لو اتكلمنا بشكل مبسط، كل قصة من القصص اللي موجودة دلوقتي هي عبارة عن فرقعة حصلت في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمنة. الناس استخدمت القصة دي زي الزئبق الأحمر لما لقوا السائل الأحمر ده في المقبرة بتاعت أمون دفنخت. كل ده بتكلم من الخمسينات لحد دلوقتي ولسه الناس بتتكلم عن الزئبق الأحمر اللي بيعمل وبيعمل وبيعمل. وتبقى سعيد الحظ لو لقيت الزئبق الأحمر، وتبص تلاقي واحد قاعد معاك يقول لك ايه ده، احنا امبارح كنا بنحفر ولقينا موميا ملكيه ولقينا جوه الموميا الملكيه دي الزئبق الاحمر. يا حبيبي والله مفيش حاجه اسمها الزئبق الاحمر اللي الناس كلها متخيله انه موجود داخل المومياوات الملكيه. ولما تيجي تتكلم يقول لك ايه ده، معاه واحد خليجي مش عارف جاي ياخد الجرام من الزئبق الاحمر بمعرفش كام الف دولار، وبقى ليه بورصه وبقى ليه سعر موجود في السوق. واصلا اللي فاهم كويس قوي عارف ان مفيش حاجه اسمها اصلا الزئبق الاحمر. علشان كده ارجع للمتخصص علشان تبقى فاهم ان كل اللي موجود ده ما هو الا نصب في نصب. لذلك انا ماشي بمبدا طول عمري وعارف ان النصاب مش هيقدر ينصب غير على الطماع. دايما الناس اللي بتدور على الكنوز هو واحد طماع، ودايما بيلاقي واحد ينصب عليه ويضحك عليه فياخد فلوسه. علشان كده دور مهم جدا جدا لازم تقوم بجمعيات الوعي الاثري او الناس الاثريين المتخصصين ان هم يوعوا الناس باهميه التراث والحضاره. شكرا جزيلا، وهبقى سعيد لو عندكم اي اسئله.